اهلا بحضراتكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الحياة من الشركة المتحدة وجميع زملائنا في القنوات المختلفة. ماذا يحدث في المؤتمر الاقتصادي؟ اسمحوا لي ارحب بضيفي في هذه الفقرة دكتور جودة عبد الخالق الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد. دكتور جودة اهلا بيك معايا وانا سعيد ان حضرتك اختصتنا باول لقاء ليك النهاردة. اهلا بيك محمد. اهلا بيك والمشاهدين. مؤتمر اقتصادي ما قبل الحوار الوطني وأنت أيضا جزء من الحوار الوطني وأستاذ الاقتصاد الكبير في مصر، رأيك إيه في أن يتجمع يحدث هذا المؤتمر ثم بعدها الحوار الوطني وأيضا حديث عن الاقتصاد؟ أنا شايف في علاقة تكامل بين الاثنين بحكم التوقيت وبحكم القضايا اللي بيغطيها كل واحد. هذا المؤتمر المؤتمر الاقتصادي معني بقضايا حالة ومباشرة ويعيشها المواطن العادي من كل الجوانب وتعيشها الحكومة أيضا، وبالتالي هناك سعي للتواصل تواصل الحكومة أقصد مع الأطراف المختلفة ذات المصلحة للوصول إلى تفاهم حول أنسب الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع المشكلات الحالية. ده المؤتمر. أما الحوار فمعني بالقضايا الكبرى وطويلة الأجل، التوجهات العامة والأولويات التي يجب على مصر أن تضعها وأن تسير عليها، على أمل أن يبقى عندنا في نهاية المطاف مشروع للنهضة الوطنية، نهضة الوطن ونهضة المواطن. فده مجاله ده. وذلك احنا أرسلنا من الحوار الوطني عدد من الأسئلة إلى إدارة المؤتمر الاقتصادي طالبين الإجابة على هذه الأسئلة في إطار المداولات التي ستجري ضمن جلسات المؤتمر الاقتصادي. ده شيء جميل. طيب خلينا ننتقل بحضرتك بقى إلى تقسيم المؤتمر الاقتصادي. يوم من الخبراء طرح وجهات نظر رئيس الوزراء، شفناه في الجلسة الأولى بيستعرض ماذا تم من في الفترات السابقة إلى أن نصل إلى الحالة الحالية للاقتصاد المصري، ثم بعدها ستتوالى الجلسات المختلفة طوال اليوم استعراضا للخبراء. هل تعتقد أن الأزمة السكانية فعلا كان لها ضغط قوي على الاقتصاد المصري بشكل كبير؟ لا، بس خليني قبل ما أجاوب على السؤال بالتفصيل شيء من التفصيل، طبعا أقول أنه جميل أنه يتم استعراض للتطور خلال 40 سنة الماضية، ولكن الأجمل والأهم هو استخلاص العبر والدروس، ونحن نسعى إلى بدء مرحلة جديدة تحدث نقلة في حياة هذا المجتمع، الشعب والحكومة والوطن وكل الأطراف. هنا بقى طبعا أنا لست من أنصار التركيز على المشكلة السكانية على أنها لا، هو قدم عدة مشاكل مختلفة وكان من ضمنها المشكلة، لكن عايز أقول المشكلة الاقتصادية بتتفاعل مع باقي المشكلات في المجتمع. يعني تتفاعل مع مشكلة التعليم، إذا عندك عوار في التعليم هذا انعكس في المشكلة السكانية، لأنه لو نسبة الأمية لم تنخفض درجة الوعي بالتأكيد بتبقى أقل، ودرجة الوعي أحد المحددات الأساسية ل الموقف من موضوع السكان برمته. نمرة اتنين، انه لما انت بتدرب وتأهل قوة عمل على اعلى مستوى وتطبق سياسات اقتصادية توفر لها وظائف محترمة ومجزية وتسمح للمرأة بالانخراط في سوق العمل بدرجة اكبر، ده في حد ذاته هذا التغير التعليمي وما يرتبط به من يترتب عليه من تغير اقتصادي بينعكس مباشرة في الوضع السكاني. وده اللي بدأنا نشوفه في السنوات اللي فاتت، ان احنا تمكين المرأة، دعم مزبوط. المرأة دفع بالمرأة صحيح. ولكن ايضا نعالج مشاكل تراكمت في طبعا يعني ما تقدرش قلة المدارس وقلة الفصول او شوف قلة المدارس يعني مؤقتا تتحل بزيادة اعداد الفصول، لانه لا يمكن تقليل اعداد الناس طبعا. هو بالظبط ما انت امام مشكله بالظبط. وبالتالي انا بقول من حيث الاولويات عندي اهتمام اكبر بقطاع التعليم وازود من طاقه الاستيعاب بتاعه الفصول عشان اقدر استوعب اكبر عدد من الداخلين الجدد الى المجال التعليمي. خليني بقى انتقل بحضرتك النهارده
اليوم الأول في هذا المؤتمر الهام هو استعراض لآراء الخبراء، مجموعة من الوزراء. احنا نتحدث اقتصاديا، نتحدث نظرة شاملة استراتيجية، ثم سنتحدث بالتفصيل مع وزير المالية سيقدم الرؤية، ثم ايضا البنك المركزي ويستعرض محافظ البنك المركزي الرؤية المختلفة. غدا بقى بكرة 13 جلسة متخصصة على التوازي تجري بالنقاش. ايه اللي حضرتك بتنظر له على انه الاهم في عصب هذا المؤتمر؟ اهم شيء في تقديري في عصب هذا المجتمع هو موضوع الإدارة الكلية للاقتصاد، وعايز اوضح النقطة دي جدا لانه لا يلتفت اليه. يعني ايه إدارة كلية للاقتصاد؟ إدارة الاقتصاد تحديدا تتحدث عن سعر الصرف للعملة، تتحدث عن معاملة حركة دخول وخروج رؤوس الأموال، وأيضا موضوع سعر الفائدة وما جرى، وطبعا يرتبط بهذا المالية العامة للدولة والدين العام. نحن الآن هل يجب أن ننظر إلى المدى القصير ولا المدى القصير المتوسط في القرارات التي سيأخذها هذا المؤتمر؟ ده عينك تبقى على مش بس تحت رجليك، لازم تبص لقدام أيضا. قدام. أيوه. ومن هذا المنطلق أنا بقول إنه نظام الإدارة الاقتصادية الكلية محتاج يتغير وبلا إبطاء، لأنه مثلا أنت ديت مثال بريطانيا والبلاد التانية، بالتأكيد في أزمة على مستوى العالم لأسباب إحنا عارفينها كلها، ولكن أنا اللي يعنيني في الواقع هل كان يمكن أن يترتب على هذه الأزمة في حالتنا نتائج أقل سوءا أو أفضل من الحاصل؟ أنا رأيي كان ممكن لو إحنا أحسننا الإدارة الاقتصادية الكلية، هتبقى بالنسبة لك زي واقي الصدمات، لأن أنت دلوقتي زي واحد ماشي معاه موتور شديد في العربية بتاعته، لكن الفرامل بتاعته بعافية خلاص. إذا كان الفرامل بعافية ممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا في الوقت اللي يقتضي أن هو يبطأ، ما يقدرش يبطأ فيحصل مشكلة. فاللي أنا بقوله أنت لازم تحسب حساب دقيق لعلاقتك بالخارج، مش بقول لنغلق، انما خد مثلا درس البليغ بتاع الازمة الاوكرانية الحالية. فجأة لقيت اسعار القمح من 230-250 دولار للطن تخطط 400 دولار للطن، وانت عامل حسابك في الموازنة على ال 250، فكانت نتيجة لازم تزود الاعتماد، ضغط مالي كبير جدا. مصر بتفتقد امنها الغذائي، وانا اتمنى ان يخرج من هذا المؤتمر توصية يتفق عليها الجميع بملامح طبعا انه الامن الغذائي لمصر ركن ركين للامن القومي للبلاد، وممكن الامن القومي في شكل استقرار اجتماعي يبقى في مهب ريح اذا لم يتحقق الامن الغذائي او التكلفة الاقتصادية تبقى عالية جدا. وعندي قدرات كبيرة ان انا يعني اقطع شوط في هذا المجال، والتفاصيل معروفة، بس انا بتكلم في شكل خطوط عريضة. الحاجة التانية، وانت بتتكلم على يعني دعم الصناعة وتشجيع الصناعة وغيرها، انت عايز تحط سياسة صناعية، مش عايز تحط اجراءات صغيرة هنا هناك، ادي له ارض صناعية اوفر له، مش لا ده مش كفاية. بيئة السياسة الصناعية اللي هي بتتكلم على اهداف ووسائل، مثلا انت عايز توطن الصناعة على سبيل صناعة السيارات، لازم تحط خطة طويلة الأجل أو استراتيجية تعرف فيها بالظبط إيه المجالات اللي عايز تدخل فيها في الطرق. هل هتنتج السيارة بالكامل ولا تدخل جزء من السلسلة؟ هو ده على فكرة الدراسات، هو هذا ما تطرحه الدولة اليوم أو الخبراء اليوم في كل المجالات. إحنا وصلنا لإيه؟ أنا شايف إن رؤية حضرتك بتتحقق بشكل أو بآخر في الدراسات، لأن إحنا كإعلاميين متابعين ده بشكل او باخر، ولكن وعدني ان احنا بكرة برضو نختتم مع بعض رؤيتك بعد ما تحضر. انا عارف ان انت محضر الحضور ده كله. انا اتمنى كل نجاح المؤتمر، وقطعت المشوار الكبير ده كله عشان اساهم في نجاح المؤتمر، ويعني ونتابع بعدها في الحوار الوطني باذن الله. اشكرك دكتور جود عبد الخالق، شكرا جزيلا لحضرتك. ميرسي يا فندم، اشكرك. في أروقة هذا المؤتمر الهام بتكتشف الأهمية من الحضور واهتمام الحضور وحرصهم على الجلسات،
ضيفي في هذه الفقرة الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشيوخ المصري. أهلا بك معي. أهلا وسهلا محمد. أهلا وسهلا. أنا سعيد أن أنت وافقت أن أنت تتحدث معي وأنت مقل في الحوارات. مش عاوزين نقول للسادة يعني أنك أنت استطيني من مهمة اللي بيغطي الأحداث أن هو يكون واقف بيراقب الشخصيات اللي ليها ثقل واللي بتحضر. سؤال، حضرتك جاي مهتم بالحضور من الصبح، ما الذي تبحث عنه؟ أنت رئيس لجنة اقتصادية، أنت مفروض تقولي إجابات. أنت بس جاي تسمع إيه؟ شوف، الأزمة الاقتصادية العالمية يعني في العالم كله ومؤثرة وتداعياتها خطيرة جدا على العالم من حولنا، وخطيرة أيضا على مصر، وخطيرة على بلدنا. فبالتالي هذه المرحلة وهذه الفترة يجب ان احنا ناخدها وناخد موضوع الاقتصاد بمنتهى الجدية الواجب التعامل فيها، لان الاقتصاد مش اقتصاد فقط، الاقتصاد يتعلق بمحاربة الفقر وبالعدالة الاجتماعية ووضع الناس في الشوارع، يتعلق بكيانك وامنك القومي والوطني، يتعلق بتشغيل ولادك، يتعلق بفرص عمل جديدة، يتعلق بحياة لائقة. فهذه المرحلة تحتاج إلى الاهتمام بكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية، فهم أبعادها، فهم تأثيرها علينا، وكيف نعطي أولويات لمعالجة هذه المشاكل لكي نخرج على نعبر بيها بشكل سريع جدا وشكل أضراره قليلة، ونبتدي نبني على المرحلة الجاية. فالموضوع مش سهل. هل حضرتك بتكلم ان احنا نخرج من الازمة ولا نتعامل معها؟ لان حتى الان احنا مش عارفين ازمة هتنتهي امتى. شوف، الازمة العالمية موجودة، والازمة العالمية اثرت عليك لانك انت لا تنتج او لا تملك كل ادوات الانتاج، ترتب عليها ان عندك ازمة حقيقية في ايراداتك بالعملة الاجنبية، حصل ضغط عليك بالعملة الاجنبية، حصل حجم قدرتك على تصنيع ما تحتاج إليه ضعيفة، قدرتك على التصدير ضعيفة، وبالتالي ده فاقم من مشاكلك وفاقم من حجم الأزمة العالمية عليك. طيب، يبقى أنت عندك حاجتين لازم نفكر فيهم بجدية كلنا. هقلل من آثار هذه الأزمة وتعامل معها إزاي علشان أضمن تواجد وجود السلع الأساسية، أضمن أنه التشغيل مستمر، أضمن أنه أصحاب الدخول الأكثر الفقيرة أو الطبقات الفقيرة، خلينا نتكلم بشكل أكثر وضوحا، ما يتأثروش أكثر ما هم متأثرين. ده لازم نبص عليه. فما هي الإجراءات العاجلة؟ اتنين، أنه مش هفضل بقى كل أزمة عالمية تجيلي 2008 ولا حصل بعد كده في 2011 ثم 2013 ثم جائحة كورونا ثم الأزمة، أن دايما تأثري أكثر من الاقتصاديات الأخرى اللي حواليا بسبب عيوب هيكلية موجودة عندي. لازم أعالج هذه العيوب الهيكلية. يعني أنت تنظر إلى المؤتمر الاقتصادي إيجاد حل على المستوى القصير وعلى المستوى المتوسط، إلى المتوسط طبعا. ثم أيضا وضع بداية استراتيجية المستوى المتوسط إلى المدى البعيد. بالضبط. الرؤية المستقبلية المختلفة للاقتصاد. كان دكتور جودة عبد الخالق معايا وقال لي الاقتصاد الكلي بقى، النظرة الاستراتيجية العامة، أنت مؤيد لهذا؟ طبعا. طب رأيك إيه في طرح الأرقام الذي طرحه رئيس الوزراء في الجلسة الأولى؟ وهو قال أنا أقدم لكم كل حاجة وكل الأرقام بكل شفافية حتى تكون الأرقام دي أساس النقاش في الجلسات القادمة. رأيك إيه في التحرك ده من الدولة؟ أنا ما كنتش متوقع أنه هو يقدم كل ده. شوف، أنا هقول لحضرتك على حاجة، وأنت رجل إعلامي كبير، التواصل الإعلامي والسياسي للحكومة على مدار فترات طويلة ضعيف ويفقد المصداقية. بنتعامل مع الأرقام أحيانا على أنها أسرار حربية، رغم أنها فبتدي فرصة أنك تاخد أرقام عشوائية، تاخد أرقام غير صحيحة، تحلل أرقام صحيحة بشكل غير صحيح. والبداية هي في المعلومات. وعاوز أقولك حتى في المؤسسات البرلمانية بيبقى عندك مشكلة في الحصول على الأرقام وفي مشكلة في الحصول على البيانات الصحيحة. فبداية المكاشفة وبداية
الحوار الجدي هو انك انت تتكلم على ارقام صحيحة. على فكرة كتير منها ارقام ايجابية وبعضها ارقام سلبية، ولا بد مش بس اتكلم على هذه الارقام، اتكلم على اسبابها بشكل جدي وبشكل موضوعي اشرحه انا وصلت ليه لهذه الارقام ومعناها ايه. انا اعتقد ان دي بداية جيدة، عشان كده انا حريص ان انا ابقى موجود من الاول للاخر واشارك ايضا في بعض الجلسات برأيي. كويس، ايه الجلسات اللي انت هتشارك فيها؟ هو في الجلسة الاولى الخاصة بالسياسات المالية، طبعا بسبب الترتيب فهشارك كمعلق او ببعض الاسئلة، كمتحدث رئيسي في الجلسة اللي سترأسها دكتورة رانيا المشاط، ويتخص تمكين الاستثمار الخاص، وده موضوع في رأيي اصبح موضوع امن قومي. والجلسة الثالثة مرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي. يعني ايه تمكين الاستثمار الخاص؟ قل لي انت النهاردة حقيقة الامر 70-80% من العمالة بكل مكوناتها بكل درجاتها هي القطاع الخاص. اتنين، انك لا تستطيع انك انت تزود من ايرادات الدولة بدون وجود قطاع خاص. لن تستطيع ان تحقق ال 100 مليار دولار تصدير اللي انت عاوز تعملهم بدون ما يبقى في مصانع وفي سياحه وفي تشغيل جاي لك من القطاع الخاص. عمرك ما هتستطيع ان توفر العمله الاجنبيه من غير ما تزود القطاع الخاص مشروعات صغيره ومتوسطه، والى جانب زياده التصدير من خلال القطاع الخاص. فاصبح القطاع الخاص هو الاساس للتشغيل، هو الاساس للاستقرار الاقتصادي. مش بس كده، انت انفقت كثيرا على مشروعات البنية الاساسية وعاوز تزود هذه المشروعات، طرق وكباري وكل ما تتعلق به، مين اللي هيديرها؟ لو انت اديتها للقطاع الخاص بعائد، انت وفرت جزء كبير جدا من اعباء هذه الموازنة عشان توديها للتعليم والصحة. مين اللي هيجي يديرها لك؟ القطاع الخاص. فبالتالي اصبح موضوع الاستثمار امن قومي وامن وطني زي ما حصل في العالم كله. انا موافق حضرتك على هو ده. هل نبحث عن تشجيع المستثمر الداخلي ولا جذب المستثمر الخارجي ولا الاثنين مع بعض؟ يعني السؤال اصبح ينتمي الى القرن الماضي. الاستثمار بكل محتوياته، محلي واجنبي، بكل قطاعاته. هناك والاستثمار المشترك ايضا محلي واجنبي. ما هو ده اللي انا بسالك ليه السؤال ده. معظم الناس النهارده لما بييجوا يتكلموا يقول لك يا عم ما تشجع الصناعه الداخليه. في ناس تقول لك الله ده الاجانب الداخلين يشترونا. ما الحكومه بدات تبيع حصص وكبيره في شركات قائمه وداخله. هل ده مفيد للاقتصاد الان؟ وانا هسال سيادتك سؤال. مستثمر محلي او اجنبي لما يجي يستثمر في عقارات، في تطوير عقاري ولا في تطوير زراعي، هو ياخد الارض وهيمشي بيها؟ لا طبعا. هو انت مش عندك القدرة كدولة على الرقابة على كل هذه الامور وعلى التراخيص واصدار التراخيص؟ هو انا هاجي استثمر عندك في قطاعات انت مش عاوزني استثمر فيها؟ لا طبعا. ولا انت اللي هتشجعني في هذه القطاعات لانه لها مردود اقتصادي ومردود اجتماعي عليك؟ اذا انت لازلت تملك خيوط المسألة. هو الراجل اللي هيجي يبني مصنع واللي هو بنسميه مستثمر استراتيجي، ولما يجي يبني بياخده على كتابه ويمشي بيه؟ مش هيحصل. هو انا لما هاجي ان انا عشان ابني عندك مصنع مش لازم احقق ارباح؟ ما هو الضرر في ان انا احول هذه او جزء من هذه الارباح الى الخارج طالما ان انا عندي مستثمر تاني جاي وناس تانية هتضخ وهعيد تاني هذه الاستثمارات لتحقيق توسعات؟ مسألة بقى سؤال يجب ان احنا نتعامل معاه بشكل. هل تتوقع ان المؤتمر ده هيغير من بيئة الاستثمار؟ اتمنى. انت المفروض انت اللي بتنصح الحكومة، انت عضو مجلس الشيوخ، ده اللي المفروض اسألك، انت ليه ما عملتش ده؟ بنعمل وهنفضل نعمل ومش هنترك المسألة الا لما نلاقي لها. هو ده اللي احنا بنتمناه. يعني انت الان عرضت عليا الاصابة رغم انك جزء من الحل.
انت من المفترض ان تكون جزء من الحل، عشان كده تم اختيارك وتم اختياركم في مجلس الشيوخ. انت يجب ان تقدم لنا الروشتة، ان تعلن لنا الروشتة عشان يتحرك عليها التشريع، عشان تشجع الدولة. وعلى فكرة هي البيروقراطية لا تنتهي في اي حتة في العالم، واحنا مؤثرين بها جدا جدا. يعني انا معاك في كل الامثله اللي حضرتك ضربتها، ولكن نتمنى منك مع السلطة التنفيذية انكم تخرجوا لنا بمخرج